أما في شخصية الأسبوع وبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، نسلط الضوء على شخصية قيادية تركية باتت تملك زمام الحكم في تركيا من جميع مفاصله، رئيس الوزراء التركي الأسبق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شخصية الأسبوع. ينضم إلينا زميل الصحفي في I24 نيوز محمد صياد. مرحبا بك محمد. في البداية، رئيس التركي رجب طيب أردوغان فوز مهم في ولاية جديدة بالنسبة له، حدثنا أكثر عن هذا القيادة التركي. نعم، يعني أردوغان شخصية بارزة مهمة على مستوى تركيا وربما على المستوى الإقليمي والعالمي أيضا. نعم. حديثا أردوغان حياته يعني مليئة بالإنجازات، كان رئيس بلدية اسطنبول أو محافظ اسطنبول، لكن قبل ذلك هو ينحدر من عائلة فقيرة جدا. نعم. ولد عام 54، كان فقير جدا، درس في معهد ديني أو في مدرسة دينية، هو من خلفية من عائلة ذي خلفية يعني دينية إسلامية. نعم، أيضا يعني كان هو يهوى لعبة كرة القدم وكان يعني لاعب شبه محترف يعني، في وربما خلال الدعاية الانتخابية. نعم. تطرق إلى الرياضة وإلى كأس العالم والمونديال، وربما أعجب ببعض اللاعبين. تسلم دخل المعترك السياسي عام 76 مع في حزب نجم الدين أربكان. نعم. أيضا يعني استكمل دراسته، تخرج عام 80 من جامعة مرمرة في الاقتصاد. استمر في المعترك السياسي إلى عام 80، في عام 80 حتى عام 83 أقصي. نعم. لكنه عاد بعد ذلك، لكن المحطة الأكبر والأبرز كانت عام 93. هو عام 94 تسلم محافظ تركيا ومحافظ إسطنبول، ولكن عام 93 كانت جرت حادثة ربما هي من يعني من خلالها سطع نجم أردوغان. في عام 93 يعني كان هناك جبل من النفايات والقمامة في إسطنبول في منطقة عمرانية، تسرب غاز الميثان نتيجة لهذه. نعم. النفايات. كان أردوغان جاء وقام بحل هذه المشكلة، ومن منذ ذلك الحين استطاع نجم أردوغان وتسلم محافظ إسطنبول. نعم. بعد ذلك محمد، فيما يتعلق بحزب العدالة والتنمية أيضا، فيما يتعلق قبل حزب العدالة والتنمية هو سجن عام 99، اتهم بالتحريض والكراهية ضد الكراهية الدينية. نعم. أيضا في عام 2001 أسس حزب العدالة والتنمية، عام 2002 نجح في الانتخابات هذا الحزب، ولكنه لم يتسلم رئاسة الوزراء. عام 2003 تسلم. نعم. رئاسة الوزراء، استمر 4 ولايات، ومن ثم انتقل من رئيس وزراء إلى رئيس، أجرى تعديلات دستورية، تسلم. الآن لديه طموحات أردوغان طموحاته لا تقف عند حد معين، ربما نراه الآن يرسم إلى ولاية أخرى بعد 5 سنوات، ولاية حتى عام 2023، وهي الذكرى المئوية لتأسيس تركيا الحديثة. نعم. يعني المعارضون يقولون أو يعني يتهمونه بأنه هو ضد العلمانية، بأنه يعني يتجه نحو الدينية، ولكن يحسب له ولحزبه العدالة والتنمية بأنه الحزب، طبعا كما يرى محللون ومراقبون، بأنه الحزب الإسلامي الوحيد الذي وصل وتطور عبر صناديق الاقتراع في الشرق الأوسط ونهض بالاقتصاد. هو يعني لديه خلفية اقتصادية وإنجازات اقتصادية كبيرة، ليست فقط في إسطنبول ولكن في تركيا، وأوصلت تركيا وجعلها يعني من الدول المتطورة. نعم. اقتصاديا ولا زال، ولكن لديه طموح لن ينتهي عند هذا الحد. نعم. المهنة. وهذا ما تحدثنا عنه أيضا، كان هناك في عهد أتاتورك أحد المبادئ العلمانية، اليوم المبدأ الرئيس العثماني. نعم. الإسلامي. زميل الصحفي محمد صياد، شكرا جزيلا لك على نقل شخصية الأسبوع. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المتجددة والأسبوعية من برنامجكم الأسبوعي مدار الأسبوع. نشكر لكم حسن المشاهدة، إلى اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله.